ولكن ألتقي إخوة ومطربين وفنانين زارونا بتونس لنكون عم نعطيهم محاضرة ونتشارك سوا بتراث وأفكار حلوة بين بعض. وأنا سمعتهم وعجبوني كتير فقلت لهم إحنا نصور لليوتيوب أكيد فقرة عن التراث الشعبي الجزائري. برحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم عبر قناتنا. أستاذ خالد مطرب ومحبوب وعائلتك محبوب الله ان شاء الله عليك، والاستاذ فنان صالح وغوالي غالي على قلبي وغالي على كل المتابعين اللي عم يحكوا. انا اخذت اساميكم اصلا مشان ما اكون عم بقول غلط ابدا ولا غلطه، لانه اصلا عندي صعوبه ايام استوعب على الجزائري شو عم تحكوا. ما شاء الله لما تبلشوا تقولوا، بس يعني عم نتعلم شوي شوي طبعاً. هلا تعلمنا برشا برشا صح، هيك بتكون بالذات يا بالذات يعيشك يعيشك بابا. طيب اول شيء شو اللبس الحلو تربنا العزيز؟ والله اللبس يعني خياط على الكرمات، مش على الاقل تشوف اللباس الجزائري، على الاقل اضعف شيء انك تشوف على الاقل اللباس دون الصوت. اللباس هو من الغرب الجزائري اللي هو مدينة تلمسان وصعيدة وتيال، يعني انت بالشكل هذا يعني كثير حلو، واللون اصلا مميز جدا. طبعا السمر الاصفر بيطلع ما شاء الله. مو انا بشرتي كحله يعني سوداء شويه سمراء شويه يعني. الاستاذ مدرب موسيقى ومدرب اللغه العربيه وايقاعك ما شاء الله عليك. الله يخليك، احنا نتعلم. انا بدي الجزائر كبيره، كنت هلا ما شاء الله كمان بالفوتبول اسم الله هلا بالاحمر بيقولنا وجنا. وانا محبوب كثير من اهل الجزائر، خاصه بستار اكاديمي من بعد ما سهيله بالاشهر كانت يعني ضيفه عندنا، وكانت كنزك كمان مرسية. فانا كثير بشكرهم لانه عرفونا على جمهور الجزائر الحبيب. بدنا نبتدي، يمكن ما بعد فيديو واحد ان شاء الله بنرجع بنلحق نعمل فيديو ثاني، بدنا نحكي بشكل موجز عن فولكلور الشعوب وبالتحديد فولكلور الجزائر. وانا اكيد مو متاكد لان الجزائر كثير كبيره، في عده تفاصيل وعده مناطق. وانا بذكر اني كنت بدي اروح على غردايا على المنشدين، ولكن لظروف كورونا ما عاد تقدر تحت على غردايا، وان شاء الله بالايام الجايه بنرجع نروح. عملنا رجعنا الورشه اونلاين، فاهل غردايا انا اطلعت على حياتهم وجماليات حياتهم وشغفهم وحبهم للنمط الديني واللبس والاكل وطريقه الاكل، يعني جميل جدا. اليوم انا بدي اسال، بدي بلش دغري باللي بيخطروا بي لما اقول بلد كبير دغري اكل في صحراء، فبدنا نبلش بالموسيقى الصحراويه. انت من الصحراء او من المدينه؟ انا اصلا يعني جذوري تقريبا من الصحراء، لكنه بعدين انتقلنا الى المدينه، يعني اصبحنا في العاصمه يعني متزنيه قديمه شويه. لكن على قولك بالنسبه للجزائر على قيمه او كبر الخريطه على كبر حتى اللهجات وحتى وتوسع
للمقامات وتوسع حتى للأنواع الغناء. ايوه بدنا طبعا ما بيكفي فيديو واحد، ولكن هيك خلينا نجرد مثل ما عملنا كمان مع المتابعين للغناء الصنعاني باليمن، مثل ما عملنا عن الغناء اللبناني والمجنة والعتيبة. خلينا هيك بعض التفاصيل، خلينا نبلش بالصحراء. ولكن شغلي نحكي عنا من غنية بتقسموا الغناء على بعض، حضرتك حضرته بدعمتك بتزبطوا الامور. تفضل. الصحراء في 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 نوع من الغناء يسموه الزنداني، اللي هو مثلا شريحه منه مثلا بيا غرامة زور جار علي حاجتك زيدي ويمو عيون حربية وبيا غرامة وبيا غرامة بيا غرامة زور جار علي حاجتك زيدي عيد للمشاهدين مش بس اكيد شوي شوي على اهل مصر. الصحراوي الصحراوي عندهم مثلا بيتاتونيك مقام الخماسي على اغنيه غوماري لو كنسمعوكم. على فكره الصحراوي مقام الخماسي نقص غير قرقابو قرقابو هذاك هذا كان ما عندناش مصر ليسين يديروا المقام الخماسي موجود في كل مكان في اي دوله موجود لانه وكل موحدين هو بحد ذاته، لكن في اي دوله تلقاهم موجودين. في ليبيا ومشهور السودان مشهور حتى في مصر موجود وفي ليبيا وفي تونس موجود في الجزائر وفي الصحراء الغربية وفي موريتانيا وفي المغرب. أعطينا نوتة أستاذ. غوماري 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 لا لا بمناسبة القناوة غوماري لا لا وبمناسبة القناوة غوماري عندك خامة مميزة، عندك أداء وعرب غريبين عجيبين والله كل كلماتك أنت قويتها يعني جمالية. احنا رانا معانتو تمرينات تمرينات مع جبل ايش في الصعبة احنا وعد العالم بورشة بالجزائر شعب وبالتعليق الصوت كمان بالجزائر والدبلاج بالجزائر لأنه شعب محب وشعب يعرف بس بعد الفوتبول لأنه بعد ما حرزوا بالليل وبيجيب بس رح نقول للعالم إنه في ونشود أغنية اسمها بيبان حديد بس أنتم بيبان حديد بيبان حديد نحن بيبان تجيب اللبناني يعني يابان يعني كأنه ببين بس أنتم بيبان بيبان هذا اللي غنيتوه بالأول. طيب أنا من محبي غير أنه محبي غدايا ما مش عميز من منطقة والتانية بس الشاب خالد والشاب مامي هني من وين؟ هني بيغنوا الراي صح؟ طبعا أوكي الشاب خالد من؟ من وهران.
من وهران قبل ما نبلش نحكي عن قبل بنسمع وهران بنسمع وهران وهران ومن بعدها نحكي شوي عن الشاب خالد وكيف اسس للراي اسس او صار مشهور جدا للراي وصار عارف اكيد صح نسمع وهران 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 حكيتوا عن ولاد المدينة قبل ما نحكي عن الشاب خالد والراي لأنه بدنا نختم بالراي قلتوا بقى قلبوا رافي شي بتقولوا المدينة المدينة خبرونا عن المدينة المدينة إنه أصلا نحن مثل هون ولبنان أنتوا وهران والمدينة قد إيه سبيس بعيد وهران المغرب يعني من أجمل الولايات الجزائرية من يعني أليك نصيب من المدن الكبرى ومعها تيانت ومعها تيانت ومع سيد العباس لأنه أصل في الراي سيد العباس أصل الراي كلهم سيد العباس لأنه الشيوخ المشايخ كانوا يخلوا الأغاني بالقرنان وبعدين هما أصحاب الموسيقى وأصحاب كما نقول الجلسات اللي هي في المقاهي وجلسات في المطاعم الليلية يعني بدلت أصبحت في نوع من الأغاني اللي هو خفيف شوية وفي الإيقاع اللي هو اللي كان إيقاع الشيوخ زمان طلعت حتى أصبحت أغنية الراي في وبعدين جت العاصمة حتى من الإيقاع في 80 في سنة 80 بدأ يدخل الراي هو الشاب خالد في الجزائر في قلب الجزائر العاصمة وبعدين بدأ يطلع بدأ طلع الريس فدان طبعا نبدأ الراي الراي بالأغاني اللي هي الأغاني تاع الشيوخ تاع سيد العباس شوار تاع حمد وهبي مثلا الأكبر داوي الهواري الأكبر الفرق وإذا كنا بدوما يعني الشيوخ الكبار اللي كان عاصفين عاصفين الشيخات وتكرم كل تلقاهم كل من تيارت ومن سيد العباس يعني وهران فقط هي المدينة الإعلامية نقول الإعلامية والإعلامية اللي تبين الحال يعني نقدر هلا نختم قبل ما انا بس بالخير كل المتابعين ونقول انه بدنا نسمع شيء من المدينه او راي هلا المدينه نشوف نعمل المدينه لانه في الشعب يا شباب نسمع دور البارح البارح وانا بعوز ابتفالة بالشوق والهوى سارع كان في عمري 20 عمري البارح وانا بعوز ابتفالة صحت البلد بترايح يا زهرة السنين البارح في عمري 20 يا حسبي البارح وانا زيب شبابي مع جملة حبابي والليل والدجا ومحالو احنا يا صغراني والبارح انا زيب شبابي مع جملة حبابي الليل والدجا ومحالو احنا يا سهراني حسيت بالكبور زمني في السهو والسهور حسيت بالكبور زمني في السهو والسهور نحو ذاتي
حافلين قبلك وقبلين ويا رايح وين مسافر تروح جاية وتولي إيش حال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلين وعد القطرة ولا زمان انت ما تدري ولا رايح وين مسافر تروح تعيا وتملي وش حال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلين فات اللي فات واللي فات مات والذكريات محيها ونسيها فات اللي فات وفات اللي فات واللي فات مات والذكريات حيها ونسيها وفات اللي فات فات اللي فات فات اللي فات بدي اقول بشغلة انه كله فات اللي فات او انه كان عمري 20 من 20 سنة يعني انا كمان بضلنا انه بشغل صار عمري 43 صار لي 20 سنة بس بالمسياب عشان هيك صار عندك كمان متابعين لأنه صار لي 20 سنة لحقنا المسيرة أكيد بس ما في شيء إلا ما بيصحق ما بيصحق إلا صحيح وعند ربنا ما في شيء في تراث عرفتوا الانسماد هو التراث الولدناي اللي هو في وسط الجزائر اللي هو مهم جدا لأنه بنو هلال اللي هي مسيلة والجلفة والأضواط وحتى على حدود عين صالح وحتى حدود وادي سوف وبسكرة طبعا ولاد جلال وحتى البرج بعرديش وحتى داخل شوية من البويرة هذا كلهم يسموهم حتى الاندية يسموهم كل ولاد نايل قبيلة ولاد نايل والإيقاع تاعهم جميل جدا في الأعراس وفي الجلسات الجميلة نعطيكم منه شرح وعلى الأقل يتلعب بالبندير على طارق ليش بندير اسم البندير الآلة ويا باي يا باي راني بعيد مقبل يا باي يا باي والحال ضاق عليا كله بيتعرف على اهل تونس واهل المغرب واهل الجزائر وليبيا وحبايب اهلنا كلهم وبيتعلم بيتعلم الاكل الكسكس والحريره وانا حبيت كثير عبون اكل شيء بالدجاج رحت عند امي قلت لها في اكل كثير حبيتها تقريبا كثير 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 صرنا نعملها بالبيت نوع من بتشبه المغربيه عندنا بلبنان بس مش مغربيه وصرت احبها دجاج بالباستا طبعا بس فيها زوم مثل زوم كثير طيب وبعدين ما بننكر انه نحن انا رحت على الجردان لا الجردان بالجزائر بالعاصمه من لحظات بس قبل ما نوصل مشكلة نحن بس العنصر والمعهد وطبعا مش بس هذا التصوير كله كرمال دقيقه يلا بخبر الجردان كثير كثير حلو الجردان وكثير انبسطنا فيه ومن اجمل المناطق اللي رحتها بحياتي بهالطبيعه الحلوه بدي اقول انه البلح طيب يعني
تمر طبعا تمر بشكل غريب يعني مش معقول طعمها دجل النور معروف يعني في الله الله يخلينا نكون نختم نكون كلنا انا جاي جاي قريب لازم نديره لازم نديره نختم بنختم بشراي براي شاوي شاوي حتى شاوي تكلمناش على الشاوي كده شاوي على الشاوي مش بينهم ناس ما تبيناش شاوي شاوي شو نديره نديره نص دقيقه نص دقيقه خمس ايوه نص دقيقه شاوي نديره مالوف ونديره خضير ايوه على السريع نص نص على السريع في شاوي شاوي اللي هو منطقه الشرقيه في جزيره الحدود التونسيه منهم قسنطينه ومنهم حتى سطيف ومنهم باتنا ومنهم سوق هراس ومنهم يالما وتبسه وبير العاتر وزيدوني حاجه اخرى مش عارف شاوي تعرف هنا في الحدود التونسيه بزاف وبالنسبه للقبائل وتزوجهم جايه قبيله تزوجهم جايه وحتى البويره هذا ما يسموه بالنسبه للعنابي القسنطيني اللي هو الشيء المالوفي اللي هو كما نقولوا ميديتيراني اللي هو الساحل هذا فقط نعم شو يساوي ويا عيني نوحي دعمكم ومحبتكم وبنفتخر نلتقى فيكم نتعلم منكم ربي يخليك ربي من فولكلور الشعوب وعادات الشعوب اللي لازم تبقى من جيل الى جيل دائما حياتنا بدورنا نشكرك باللبس والاكل والشرب وكل شيء طبعا دلل متابعينا تابعوا صفحاتنا للاخوه الفنانين وانا وياكم لنا لقاء ثاني كل الديسكربشن تحت بكل التفاصيل وتابعونا ب برمي حول العالم والشعوب واللي انا عم بتابع بهالمسيره اللي مستمر فيها ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناتي بشكركم جميعا شكرا لكم